أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالالتجاء إلى رب الفلق والاعتصام به، وأن يستعيذ من شر جميع المخلوقات، ومن شر الليل إذا دخل بظلامه، ومن شر القمر إذا طلع، لأنه أوان عقد العقد مع النفس فيها سحرا من السواحر. وأمره أن يستعيذ من شر السواحر إذا رقينا ونفثنا في عقد الخيط، ومن شر أي حاسد إذا أظهر حسده وعمل به. والحسد ليس كما يظن الناس، إن الشائع عند الناس أن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا خطأ كبير، وإنما الحسد كراهة النعمة على المحسود. فإذا وجدت في نفسك كراهة نعمة أنعم الله بها على أخيك فأنت له حاسد، لا أن تتمنى زوال النعمة، هذا إغراق وإيغال في الحسد. وأما الحسد فهو كراهة النعمة على المحسود، إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فكرهتها فأنت له حاسد، فاستغفر ربك وادع له، فقد ظلمت، لأن الذي أنعم عليه هو من لا يراجع، وهو الله، وله في الإنعام عليه حكمة، وفي التضييق عليك حكمة، ولو أنه وسع عليك لربما ضرك التوسيع. فالأمر لله من قبل ومن بعد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة، وفي الآيات الأمر بالاستعاذة بالله من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، فتتوجب الاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو عدم القدرة عليه. ودلت الآيات على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر وحاسد، فأعذنا وأغثنا يا أكرم الأكرمين. وفي الآيات تحريم النفث في العقد إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. وفي الآيات التنبيه على أن الحسد من أقبح الخصال وأشدها ضررا، ولذا ختمت هذه السورة بالاستعاذة من شر الحاسدين. والغبطة ليست من الحسد كما في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، هذه الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك كمثل أخيك، مع التبريك على ما آتاه الله تبارك وتعالى والدعاء له بالبركة فيه. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الغبطة، لا أن تكره النعمة على أخيك، وإنما أن تتمنى أن يكون لك كمثل أخيك أو أفضل مما آتى الله أخاك، والله هو الجواد الكريم. أسأل الله أن يمن علينا بالخير كله ظاهرا وباطنا، وأن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجنبنا الزلل والزيغ والبدعة، إنه هو الجواد الكريم.